إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، يعني أنقتل أكثر مما نقتل الآن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، سبحان الله، معنا عقولنا عندما نفعل هذا؟ أمعنا عقولنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لا، إلا أنه ينزع عقول ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. إن بين يدي الساعة الهرج. الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن المتلاحقة التي تفسد الحرث والنسل، التي تبيد العباد والبلاد، الفتن العامة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تستحكم في آخر الزمان. إن بين يدي الساعة الهرج. ما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. ينتشر، يزيد، يكثر. ثم سأل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يومئذ في جهاد في سبيل الله، كانوا يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله، ففهم بعضهم أن المقصود بالقتل قتل الكفار، فقالوا: يا رسول الله،
أكثر مما نقتل الآن. الهرج هذا الذي سيحدث في آخر الزمان يكون هناك قتل أكثر مما نقتل الآن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم مصححا لهذا الفهم الذي فهمه بعض الصحابة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ليس المقصود بذلك، ليس المقصود بقتل الأعداء ولا بقتل البعداء، وإنما المقصود بهذا الحديث قتل بعضكم بعضا. يقتل المؤمن المؤمن، ويقتل المسلم المسلم، ويقتل القريب القريب، ويتسلط الناس بعضهم على بعض، إلى حد أن الإنسان يقتل جاره ويقتل أخاه، أخاه من الأم والأب، أخاه الشقيق يقتله، بل يقتل عمه الوالد، عمك أخو أبيك يقتل عمه، ويقتل ابن عمه، العشيرة، العشيرة الأقربين. وإذا قتل الجار وقتل العم وقتل ابن العم وقتل الأخ، فما بعد هؤلاء أولى وأكثر فيهم القتل. هذا ما يحدث اليوم أيها الأحبة في الله، هذا هو ما يحدث اليوم في العالم، وفي العالم الإسلامي، وفي هذا القطر الذي نعيش فيه بالذات. نعم، عقود من الفساد، عقود من القتال، عقود من الآثام وارتكاب الجرائم، نفوس تزهق وأعراض تنتهك، نعم، وعائلات تهجر، وفساد عم البلاد والعباد. ما السبب؟ ما الموجب لهذا؟ ما الفائدة من وراء ذلك؟ لا تدري، لا أحد يعرف. من المستفيد من هذه الفتن التي المشتعلة بين المسلمين؟ نعم، من المستفيد؟ ما الفائدة؟ ليس هناك فائدة، لا فائدة أبدا، بل خسارة محققة في الدنيا والآخرة. خسر القاتل، وخسر المقتول، وخسر المعين، وخسرت القبيلة، وخسرت العشيرة، وخسرت الأمة. نعم، ليس هناك فائدة، ليس هناك فائدة. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى عندما أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض البشر، سألوا سؤالا وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ علمت الملائكة بأن البشر سوف يفسدون في الأرض، وأعظم وأقبح أسباب فساد الأرض هو سفك الدماء. نعم، ولهذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، والفساد سببه المعاصي، الشرك والمعاصي، الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أتجعل فيها من يفسد فيها، من يرتكب المعاصي والذنوب فيترتب على ذلك فساد العالم وفساد الأرض. ثم خصل ما خصت الملائكة بخصلة من خصال الإفساد،
التي هي من أعظمها وهي سفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولهذا كان سفك الدماء المحرمة من أعظم الذنوب بعد الشرك. ليس هناك ذنب أكبر وأعظم وأقبح من سفك دم محرم بعد الشرك. سائر الذنوب والمعاصي تأتي بعد ذلك. نعم أحبتي في الله، أصبح هذا الأمر المغلظ عند الله أصبح هينا، أصبح كأنه شراب يستباح، كأنه كلأ يستباح، كأن الواحد منا لم يرتكب شيئا. نعم، وقد اقترف أعظم وأقبح الذنوب عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك. بل الواحد يقتل المئات ويقتل العشيرة ويفعل الأفاعيل، ومع ذلك يعيش وكأنه لم يفعل شيئا. أيها الأحبة في الله، لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نتعقل؟ لماذا لا نفكر؟ لماذا لا نفهم بأن الحروب الأهلية ليس وراءها أدنى فائدة؟ منذ عقود ونحن نعايش هذه المشاكل، نعم، بين قبيلة وقبيلة، بين عشيرة وأخرى، بين أبناء عمومة، ومع ذلك تجري هذه وتتكرر، ولم نجني من الأولى والثانية والثالثة شيئا إلا الخراب، ومع ذلك مستمرة. هنا لنا أن نتساءل، لنا أن نتساءل، لماذا لا نعتبر؟ الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه العقل ليعقله عن الفساد، عن القبيح. الله تبارك وتعالى أعطاه العقل ليعرف المصلحة من المفسدة، لينهاه عما لا يليق. لماذا لا نتعقل؟ لماذا لا نأخذ الدروس من الفساد الذي عشناه ولا نزال نعيشه منذ عقود؟ لماذا؟ لماذا هذه الحروب الأهلية تتكرر؟ لماذا هذه القبائل يغزو بعضها على بعض؟ لماذا هذا الفساد؟ لماذا؟ من الغالب ومن المغلوب؟ من المستفيد؟ ما هي الفائدة؟ ما هو الربح؟ لماذا لا نتعقل؟ هنا تأتي الإجابة من المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، عندما يقتل بعضنا بعضا، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، أمعنا عقولنا يا رسول الله؟ سبحان الله، شيء عجيب، شيء مستغرب مستهجن، أمعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ليس هناك عقول. لو كانت هناك عقول لعقلتكم عن ماذا؟ عن هذه الجرائم. لا، إلا أنه تنزع أو ينزع عقول أهل ذلك الزمان، العقول منزوعة، ليس هناك عقول. وإلا لو كانت هناك عقول لتعقل الناس، لو كانت هناك عقول لتدبر الناس، لو كان هناك عقول، كانت هناك عقول لرأى الناس المآلات والآثار والعواقب التي ترتبت على الحروب وهذه الجرائم التي ترتكب واحدة تلو أخرى. أمعنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول ذلك أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. كل واحد يعتقد أنه على الحق، كل قبيلة تعتقد بأنها على الحق والصواب، كل شخص
يظن أنه مظلوم وخصمه ظالم. نعم، يحسب أحدهم أنه على شيء، بل قد يستدل من الآيات والأحاديث، يستدل من النصوص على باطله هذا وظلمه هذا، فيعتقد أنه على حق، يحسب أنه على شيء وليس على شيء. من قتل دون ماله فهو شهيد. كل قبيلة مقتولها شهداء، لأنه كان يقاتل للدفع عن القبيلة. نعم، فيستدلون بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. أي شهادة هذه يا جماعة؟ سفك دم مسلم شهادة؟ إفساد في الأرض شهادة؟ ارتكاب الجرائم شهادة؟ يتم الأيتام شهادة؟ تهجير العائلات شهادة؟ أي شهادة هذه؟ نعم، يحسب أنهم على شيء وليسوا على شيء. لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول على أي شيء قتل. نعم، لا يعرف هذا المقتول لماذا قتل، ما السبب، ما الموجب لقتله، ولا القاتل لا يدري لماذا يقتل، ما الفائدة من قتله، ما الموجب لقتله، ما العلة، لا يدري. فتن هوجاء تجعل الحليم حيران، وتجعل الشيخ مجنونا، وتجعل الناس كأنهم سكارى. نعم، حث وتحريض في مواقع التواصل وجمع تبرعات لإضرام هذا النار. نعم، ومساعدة الناس على التقاتل. ما الذي استفدنا أحبتي في الله؟ ما الذي استفاد الصوماليون من الحروب الأهلية؟ سلهم، أين النظام؟ أين الانتظام؟ أين الدولة؟ أين الوطن؟ أين المصلحة؟ الكل انهدم، والكل لاذ بالفرار، والكل هجر، ومئات الآلاف قتلوا تقتيلا، واستولى على البلاد من لا يعرف المصلحة من المفسدة، فأصبحت مهجورة. سلهم، لماذا إلى الآن هذه الحروب الأهلية تجري؟ ما الفائدة بالله عليكم؟ القتال بين أهالي وأبناء عمومة في قرية صغيرة تكرق يا جماعة، قرية صغيرة تسفك فيها دماء مئات بل ألوف، ما الفائدة؟ لا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب. في سول، منطقة سول، قبل يومين قرابة 70 نفر قتلوا بين أبناء عمومة، بين أبناء عمومة من أسرة واحدة. من المستفيد بالله عليك؟ ما الفائدة من هذا؟ بين الجيران، القومية الصومالية والقومية الأرمية، قتال منذ عقود، بل منذ مئات السنين. مسلمون كانوا على جوار، ثم أدخلت الفتن بينهم فحروب فقتال، ليس له وجهة، ليس له جهة. نعم، قتلى والتدمير والتهجير وفساد فقط. وللأسف أحبتي في الله، مما يؤسف له جدا أن يستثمر مثل هذه الحروب
السياسيون الذي الطابعين إلى السياسة ليتخذوا دماء المسلمين مطية إلى الكراسي والمناصب. يا جماعة ألا تتقون الله؟ ألا تتقون الله؟ دماء المسلمين لا ينبغي أن يستحسل، لا ينبغي أن تكون مطية إلى كراسي حقيرة. لعن الله السياسة المنحرفة ومحترفيها، لعن الله السياسة البعيدة التي تستحل دماء المسلمين ومحترفيها، هي التي أدت بالمسلمين إلى هذا الوضع المهين الذي نعيش فيه. أحبتي في الله، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الحروب الأهلية بدايتها زينة ونهايتها خسارة. في صحيح البخاري عن ابن عيينة رضي الله تعالى ورحمه قال خلف ابن حوشب أحد علماء السلف، كانوا يستحبون، أي السلف رضوان الله عليهم، علماء السلف كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. أبيات من؟ أبيات امرئ القيس. ماذا قال امرئ القيس وهو يتكلم عن الخسارة والنتائج الوخيمة للحروب الأهلية؟ قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. نهاياتها وخيمة وبداياتها مزينة لكل جهول. اتقوا الله عباد الله، لا يجوز لأحد أن يشارك في مثل هذه الفتن الهوجاء، ولا بنصف كلمة ولا بسنت من المال ولا بكلمة، بل يجب على الجميع أن يساند صوت العقل والحق وإصلاح ذات البين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.